ليك بكرة الساعة 10 مر لعندي، بدي انزل على السوق بعدين بدي روح على المحل. اي حاضر. اي ومر على سقاق الجن كمان مشان تفحص البطارية. على راسي. بيت مأجر جديد؟ لا هذا بيت عمي. ليش؟ لا أنا هون بيتي. إيه أهلا وسهلا تشرفنا. أنتي بنته لأبو لؤي؟ إيه بتعرفي لبابا؟ لا هو الوحيد اللي ما بعرفه، قصدي يعني ما تشرفت بمعرفته بس سمعت عنه. شو عم تعملي هون؟ بدكم تسكنون؟ نحن هون عم نشتغل بالبيت أنا ورفقاتي. شو عم تشتغلوا؟ عم تعزلوا؟ لا شو عم نعزل؟ عم نعمل مشروع للجامعة. جامعة؟ ايوه. صاركم زمان؟ يعني كم يوم. اهلين مادو. اهلين. مرحبا. هذا هو رفقاتك؟ ايه محمود رفيقي. ايه الله يوفق لنسفر. شعرك طبيعي ولا اكستنشن؟ لا طبيعي. خير يا جماعة؟ شوفي شوفي ما بعرف هي ساكنة هون عليها أسئلة كتير غريبة. مجنونة؟ فوتوا فوتوا بنحكي جوا. فوتوا. هاتي اللي زي هذا خالص شكله. هون تهلي هاتي يا ميلا. خير حطي هون تحت. حطي عشان نلحق عبيهم كلهم. ايه حطيتي على هذيك انت؟ ما عم يلزقوا. لا انت مو قاعدة. طلعت محمود ولا صرعتنا؟ طلع كمل الشغل برا. وين البطاقة؟ هيك امسكي بايدي. لا خلص هيك. هذا خالص. هاتي هدول لنعمله. ليك هدول. ليك هدول شو صاروا حلوين؟ يلا ساوي هذاك الشغل. ايه ان شاء الله. شو خير ان شاء الله؟ انو خير هاد؟ ما بتفكر انه في ناس محترمين قاعدين هون ولا فكر حالك بالصحراء؟ لا هذا الصوت ضايقني. ايه والله ضايقني. شو في؟ ولا شيء. شو بكم مثل حياتي كتلة جوا. يلا لعما قلة الذوق تضربوا انتوا ثلاثة رعاع. افشلوا. شفنا بالمشاكل ما بكشفها شلون. هي انا ما قلت لها. شوفي ابو لؤي عاطي بيت اخوه لبنته. ايوه وهي قاعده وحاطه مع شاب البيت. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك شفتهم بعيني على الدرج. طيب شو عرفك انه هي بنته؟ هي قالت لي. بركي متجوزها؟ لك لا مو متجوزته. هي قالت لي بكل عين جقره، قالت لي هذا رفيقي وبالعلامه اسمه محمود وهيك هو لئيم. بصراحه ما بعرف ليش مالي مرتاحه لسكنتها بجنبي. ولك شو بدك فيها؟ تنقبر منها لإله. لك وسمعت البناية عم قلك قاعدة وحاطة شب عندها بالبيت. ايوه سمعت البناية قلتيلي على اساس كتير كتير بتهمك. سمعت البناية انتي؟ لك كان شو؟ سمعت البناية. كملي عد كملي. قديش هدول؟ 10,000 دولار. يلا مزبوطين اكيد. شو هدول؟ قايمة بأرقام الدولارات اللي قبضتيها. ما في بالعادة؟ بصراحة تعليمات جديدة، بس على الأغلب مؤقت. وأنا شو أعمل يعني خليهم معي؟ إذا بتحبي فيكي ترتاحي منك تعديهم على أقل محلك وهيك بتوقعي وأنتِ مطمنة. إيه لا مو بحبها. وقي وين؟ بيبعت لك هاي. اهلين ابو عبدو. اهلين يا قطعه. طلعي 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 طلي على البلكون شوفي على الشوفه.
أنا ببيروت. ببيروت؟ شو عم تعملي ببيروت والعرس؟ لك إن شاء الله مفكرنا بدنا نقعد على الأسكي. لك مو عرسنا اليوم، شو أسكي ما أسكي؟ لك بعرف إنه عرسنا اليوم، لا تخاف. أنا بعد ساعة طالعة على الشام، وبالليل بشوفك بالبيت. شو بك؟ يخرب بيت قلبك، والله فلسطيني، فكرتك بدك تضلي ببيروت. لا تقبرني، لا تنفلش، أنت عريس اليوم بدك تتجوز. لك شو بدي اتجوز؟ مو بس بدي انفلش، بدي اتكرسح، بدي ازحف زحف. تقبري قلبي، ما تأخر يا. ايه على موعدنا بالليل بأمرك. مع السلامة. باي يا قطعة باي. شو وين رايحة؟ ما في رايحة، تشرب مي؟ هلا قبل المي والهبلني عم بسألك، وين رايحة؟ لازمي كمان مو رايحة، لابسة ثابت وطالعة بتقولي مو رايحة، وين رايحة؟ شو أستاذ عيد؟ شلون شايف حالك؟ شو يعني شلون شايف حالك؟ شايفني حامل مراية لحتى بنسوي، ما بشوف حالي يا أخي أنا. قصدي كيف حاسس هلا؟ إنه يعني فسرتها، كيف شايف كيف حاسس؟ أخي حاسس مثل البقر، مثل ما كل العالم بتحس، شلون بتحس؟ وحدة حمارة أخذة واحد من 60، شلون بدي نجحها؟ فهمني شلون بدي نجحها؟ الحق معك، ما بتستاهل تنجح، منيح إنك ما نجحتها، أنت ما غلطت. أنا تفهمها الحيوان الثاني اللي جنبك، لسا كل ما حكينا معها بتنفتح مثل الأبا وتفتح باجوها. العمى مدري منين متعلمة طولة لسان. شبه؟ شو؟ ما عجبك الحكي؟ لكون عم كذب أنا؟ مو كل ما حكيت معي بتنفتحي علي؟ لسا بدي أصلك يا هذا لسان. العمى مثل ما بدك، هدي حالك. لا ما بدي هدي حالي، شو رأيك؟ أنا بضل قاعد هيك، ما بدي هدي حالي. نقبري لبرا. يلا روحي غيري ثيابك بس رجعتك من النام. يلا يلا غازين تعي من النام. انت ليش هون اخينا؟ مين فوتك على بيتي وعلى غرفة نومي؟ لو انتو ما قلعتوني المدرسة بدي افهم، مو نقلتوني؟ قسما بالله العظيم اذا بتطلع عيونكم ماني مداوم بالشغل الجديد هيك على مرائي، وما رح داوم. يلا لبرا، يلا لبرا انت الثاني. طالب طالب، بس انا جاي لاحكي معك. أخي أنا ما حدا يحكي معي، مو أنا حمار؟ ليش بدك تحاكيني؟ مو هذا صاحبك قال عني حمار؟ بس فهمه إنه هو الحمار، هو ابن 60 حمار وجحش، مو أنا. وهذا الحكي يوصل ماني خايف من حدا أنا. يلا روح لعنده قول له يلا يلا. ليش لحتى قول له؟ أنت أكبر من هيك بكثير، فشرت عينه حتى سلم عليه. ولا أنت عن جد عم تحكي ولا عم تسايرني؟ لا يا أستاذ زيد، عن جد عم بحكي معك. والله برافو عليك، اقسم بالله احسن يا سيدي. انت رجال. لا يا استاذ سعيد، نحن من بعدك، انت سيد رجال. انا؟ ايه انت. لك ليش قال عني حمار؟ ليش حكى عني هيك؟ وهدول البغالي كانوا معه بتعرف شو عملوا؟ لك ضربوني ضرب، عفسوني تعفيس، عجقوني برجليهم. نحن ما اتفقنا انه بدنا ننسى هالقصه لانه صارت قديمه وما عاد بدنا نفكر فيها. بس والله معه حق، أنا عن جد حمار. لا لا سلامتك، لا تقول على حالك هيك. لا سيدي مو سلامتي، أنا حمار، أنا حمار لأني ما قوصته بين عيونه لهالكلب. أنت رجل متحضر ومو تبع هيك شغلات. يلا يلا روح اطلعوا ومشي. لك ليش واقفين؟ يلا لك تحركوا يلا ولاد، اطلعوا لبرا. طيب تفضل. يعني بفهم من كلامك استاذ انه ما كان في اسباب موجبه لحتى الدكتور تمام يترك التدريس بالمدرسه، مو هيك؟ اكيد سيدنا. لكن ليش عملت له تقليع عن المدرسه؟ شو تقليع ما تقليع سيدنا؟ المرحوم كان غالي عليه كثير، بس يعني بصراحه ما كان قابضني. يعني بس لانه مانو قابضك طيرته من الشغل؟ بالعكس، المرحوم كان مدرس كفء وكانوا طلابه كثير يحبوه، بس بالفترة الأخيرة تغير شوي. كيف يعني تغير؟ يعني صار يجي على المدرسة متأخر وما عاد يحضر دروسه، وبصراحة صار تجي تليفونات خاصة ويطلع يحكيها برا الحصة، وأنا نبهته أكثر من مرة لكن مثل ما قلت لك ما نقابضني.
يعني هلا دكتور بالفيزياء النوويه تنهي تكليفه من التدريس بمدرسه ثانويه لانه ما عم يحضر دروسه. انت مقتنع بهذا الحكي؟ انا قلت لك انه بالفتره الاخيره يعني انا حاولت. خلص خلص يعطيك العافيه، اللي بدنا نعرفه يبدو ما رح نعرفه منك. تفضل. طيب عم اسمع. الله يعيننا على هيك عالم. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.